وقف تطبيق واتساب لساعات قليلة عن العمل، وأعلن واتساب أنه لن يتمكن مستخدم iOS 10 وiOS 11 من استخدام تطبيق واتساب، وذلك بداية من 24 أكتوبر، وهي الأنظمة المعمول بها في هواتف آيفون 5S وآيفون 6 وآيفون 6S، ويجب على مستخدمي تلك الهواتف تحديث نسخة iOS كشرط للاستمرار في استخدام واتساب، لأن هذه النسخة غير متوافقة مع هواتف آيفون 5 وآيفون 5C، وبالتالي لن يستطيع مستخدموها التحديث. وأكد التطبيق أنه يدعم iOS 12 أو أحدث، لكنه يوصي باستخدام أحدث إصدار متاح للهاتف من خلال زيارة موقع دعم أبل لمعرفة كيفية تحديث برنامج آيفون الخاص بالمستخدم. لذلك يوصي واتساب دائما بتحديث iOS للاستفادة من أحدث تصحيحات الأمان. ويعمل تطبيق واتساب في هواتف أندرويد بداية من نظام التشغيل OS 4.1 والإصدارات الأحدث، فيما يتجه التطبيق بشكل روتيني للتوقف عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه موارده لدعم أحدث الأنظمة.